اللي بيجرالك يا شو؟ صباح وقشت. يا شو مالك بتشتكي على الصبح ليه؟ هو انت حاسس باللي بيجرالي؟ خليك حاطط ايدك في الميه البارده وسيب كل من هب ودب يقعد يمرمط بكرامه اهل الارض. من الظاهر ان انا الحيطه الواطيه اللي في البيت ده. لا اله الا الله، ليه بس؟ حصل ايه عشان ده كله؟ حصل كتير. حصل ان انا ما بقتش قادره اتحمل اكتر من كده. خلاص الدمعه نشفت في عيني، الوجع قفش في كعاني. كعانك؟ سلامك كعانك يا حبيبي. ايه بس حصل ايه طيب؟ حصل كل حاجه وحشه، حصل ان انا كل كلمه بقولها حلوه في البيت ده بتتاخد على انها كخه وبتقف في الزور. حد داسلك على طرف قوليلي. ما انا جايه لك يا راجل في الكلام اهو. بالراحه عليا. بالهداوه. هات يا جمال يا رب. ايه يا حبيبتي مالك؟